وانا مؤاخذه يا باشا، اللي بيحصل ده عيبه في حقنا. واخذه دي واخذه جامده يا باشا. الله، احنا عيال نوره وعفيجيه يعني رجاله برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجاله يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحه يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده ولا البت التانيه اللي اسمها ندال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذه يعني انت المستقل بينا. هي خناقه في حاره ديتا؟ ده مصيبه. خدنا معاك يا باشا، الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس، احنا نفسنا نعمل حاجه يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمه العيش والحياه كانت واخدانا، انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم، وعرفنا هما بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا، شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها. سلام يا باشا، ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي أنا عرفت ليه الإسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو إيه؟ أنت ماشي على الكورنيش. أي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. أهو اشتغل أهو. دي أغنية إسرائيلية يا باشا، بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي، كل أغانيها قبيحة. يعني شوف الكلام، اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك. اموت انا في المعاني الرخيصه دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. اه، امال ايه؟ اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحه. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيليه عشان شخصيتها قوية على جوزها تحب الراجل الخشن اللي يفقعها قلمين تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانية. الامريكانية هبلة. عندك بقى الفرنسوية تحب اللذاذة الشياكة. انت هتحكي لنا على مغامراتك النسائية؟ انت نسيت ياض احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمة كنت قمت بالليلة دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهه وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياه، يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلط ومنصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتله؟ احرجتنا.
حرقتك حرقتني الله يديم. ده انت بيل حرقتك ايه؟ ده انت بيل سو الله رقبتي قدك. كان فين الذكر؟ مستر ناجي؟ مش ممكن، ايه المفاجأة دي؟ عفادية ازيك عفادية؟ بسادر بسادر بارك انك انت بخير، والله وحشتي وحشتي كتير كتير. ما تقعد معايا شوية. والله من ساعة ما سبت اسرائيل واحنا طول الوقت نجيب في سيرتك مستر ناجي. ايه المفاجأة دي؟ بس انت بتعمل ايه هنا؟ والله يا عفادية يا اخويا، انا من ساعة ما سبت الخدمة وانا زي ما تقول كده ايه جات لي حاله قرف، قلت اقلب عيشي، اللقمه اللي تخلص اوام اوام ماشي، انما بقى اللي هتعمل لي قلب الدماغ بناقصها احسن. طول عمرك شاطر مستر ناجي. انما انت ايه اللي حدفك على هنا؟ والله في تاجر خوخ عنده 10 طن وعايزني اشيله، واداني ميعاد هنا. شلومو كوهين. الله، هو اتصل بيك انت كمان؟ اوعى تعلي عليا يا مستر ناجي، احنا اصحاب. معقول اعلي عليك برضه؟ ده انت حبيبي. وبعدين انا ما اقدرش اعلي عليك لسبب بسيط جدا. ايه؟ انا شلومو كوهين. اسمع يا فادية، انا جات لي هنا لقمه عيش اكل منها الشات، وانت عارفني ما اقدرش اكل لوحدي عشان ما اصبرش، عشان كده فكرت فيك. انت حبيبي مستر ناجي. واخبار الناس ايه في تل ابيب؟ والله الحال ما يسرش، الشباك رايح جاي يلم في العمال من المحلات، ده انا اخر مره قلت نقفلها احسن، مش جايبه همها. وبتلعبوا فين امال؟ والله ولا بنلعب ولا حتى بنشوف حد، ده حتى القهوه عند مزراحي ما بقيناش نروح. الظاهر انت اللي كنت مجمعنا مستر ناجي. انما ايه البيزنس اللي انت عايزني فيه؟ شوف يا أفادي يا أخويا، أنا كلمتك أنت بالذات عشان عارفك كويس، أنت راجل عملي، ولما
لما تيجي في ايدك فرصه عمرك ما بتضيعها. طلباتك مستناجي، انا تحت امرك. قبل ما اقولك على طلباتي لازم اعرفك بنفسي كويس. انا ابويا اسمه الدولار وامي اسمها اليورو. احسن ناس، وكده احنا ولاد عم، عشان انا عمي اسمه دولار ومرات عمي اسمها يورو. دول 10,000 دولار، حطهم في جيبك فوق قلبك على طول. قول لي بقى احساسك ايه دلوقتي؟ مش حاسس انك انت دافيان شويه ودقات قلبك احسن؟ انا خدامك مستر ناجي، اقمر. دلوقتي بقى قول لي على احساسك بعد ما شلتهم من جيبك. مش حاسس ان النبض ضعف شويه وفي كده يعني رعشه بسيطه وفي بوادر شلل مؤقت؟ انت ايدك ساعه ليه كده؟ قول لي يا ناجي بيه، انت عاوز ايه؟ قبل ما تسالني عايز ايه اسالني هدفع لك كام. انا هدفع لك 20 باكو زي دول. كم؟ 200,000 دولار، يعني مليون شيكل.